جمعنا بالخزانه ديال مقاطعه الحي الحسني عند الساده المنتخبين اللي بطبيعه الحال خدينا معهم اشواط سنوات هذه من سنه 2010 وحنا تنطالبوهم بواحد الملف مطلبي اللي هو البديل او التشغيل. هذا العنوان هذا ديال البديل او التشغيل بطبيعه الحال ما خديناش عليه كحركه المعطلين، خدينا على اساس كل ما جاء بدستور المملكه سنه 2011 وما جاء ب النموذج التنموي اللي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك ما جاء بالخطابات السامية المتتالية لا بالقبة التشريعية ولا لشعبه العزيز. هذا من جهة. الملف المطلبي بطبيعة الحال وضعناه عند جميع المؤسسات لا المنتخبة أو السلطات المحلية، لكن للأسف هذا الملف هذا تعثر، والسبب الرئيسي بالتعثر دياله هما المنتخبين، لاننا حنا اللي وضعنا فيهم الثقه وطبيعه الحال الساكنه هي اللي صوتت عليهم وهما اللي ملزمين انهم يقوموا بواحد الدراسه لهذا الملف هذا من اجل اخراج اسواق القرب بعماله مقاطعه الحي الحسني. وهذا هو المطلب الوحيد ديالنا حنا كباعة جائلين. تنظمنا مشينا في اطارات اللي هي جمعويه ما وفقش الله. الان حنا بطبيعه الحال كاين واحد الاصلاح اللي هو على صعيد ولايه جهه الدار البيضاء استطاع شي شرف عليه السيد الولي المحترم باخلاء الملك العام. حنا ما عندناش المشكل في الاصلاح، ولكن عندنا اشكال واحد اللي هو الادماج. حنا تنطالبوا الساده المنتخبين ديالنا الان بالادماج، وهذا مطلب ملح لان الكونتور ديال الماء والضوء والزيت والدقيق والى اخره، يعني الروتين المعيشي ديالنا تحبس. لهذا حنا تنتواجدوا اليوم الملف المطلبي اللي وضعناه لهم ما وصلوا لتشي نتيجه، ما وصل لتشي حل، فقط نقولوها بهذه العباره هذه الوعود الكاذبه. لهذا حنا تجمعنا كاملين اليوم فوق في احتجاجيه سلميه امام مقر خزانه الحي الحسني. للاسف بعد تتبع الشان المحلي اننا ولينا تنشوفوا ان هاد الساده المنتخبين فقط انهم غضبانين، تنسمعوهم في السوسيو في مواقع التواصل الاجتماعي في بلاطوات ديال الاعلام، لا علاش ما عرفتيش عليا العشاء، لا علاش ما عرفتيش عليا الغداء، لا علاش ما حاشيتيهاش ليا، لا علاش. ولكن الملفات الكبرى اللي تتهم المنطقه ديال الحي الحسني ما قدروش انهم يشتغلوا عليها. صاحب الجلاله الشغل على القطب المالي حطوا لينا هنا، الساده المنتخبين اللي خصهم يواكبوا هذا المشروع هذا وينميوا منطقه الحي الحسني ما قدروش انهم يخرجوا لنا ولو سوق نموذجي واحد ناجح، ولو سوق نموذجي واحد ناجح لهذه الفئه ديال البيع الجائلي. داكشي علاش حنا تنتواجدوا اليوم، وبطبيعه الحال راه ما مفاكينش يا البديل يا التشغيل. واش انا ماشي انا ماشي من حقي نخدم؟ انا عندي اعاقه، انا خرج الاجرام 14 عام ديال الحبس، خدمه على صلاة على حتى شي حاجه. شنو هو نمشي بدل كريسي في عباد الله نبيع البوف نبيع الحشيش باش نوكل ولادي؟ خويا 22 عندي الحبس، امي مريضه، في نظرك شنو هو غندير؟ اش غندير؟ عطوني نتوما حل. كاين حل واحد هو نحيدو من هاد البلاد هادي. باب التحاور معاك. وحلينا ومشينا ومشينا مشينا دقينا جميع الابواب، حتى شويه ما بغا يتسنط لينا خويا. راه حل واحد هو اللي بقى، واد الناخب هذا خويا بغينا يخرج يهضر معانا. لك انت تطريح في كرسي وما غدير والو، كاينين الناس اخرين غيخدمونا. دابا انت هو في نظار، هو دابا هو مريح في بيرو وكيشد المانطا وكيتخلص. شنو هو راه تقلب بنادم عنده ما عنده؟ اقسم بالله تتقلب بنادم عنده ما عنده. ايوه دوي على داك الشيء اللي مشى لينا. اسكت. لا داك الشيء اللي مشى لينا خلف الله، داك الشيء خلف الله. مشى لينا مشى 3 مليون. اسكت اسكت مصطفى خلينا. عندي الشمال وكلو. اسكت انا نكمل. ما بقى عندي والو. دابا بالنسبه لهاد الناس هادو اقسم بالله اقسم بالله هاد الناس ماشي جاو واقفين وكاك. راه الحرقه راه الحرقه راه اذا اللي بغيت اللي غنلخص ليكم انايا، انا من اعاده الادماج يديروا معايا حل، حيت ما عندي الصنعه. شي وعود حتى وعود كاذبه، وعود كاذبه كنقول لك، وعود كاذبه. حتى شي واحد ما بغى يخرج معنا لشي حل.
حنا ما باغيين حتى شي حاجه، حنا ما باغيين الطياره لا كوب طير، ما باغيين حتى شي حاجه، حنا باغيين نعيشوا وحنا نبغي نصوروا 1000 ريال 40 درهم ونعيشوا بخير. حتى الناس هادو كيغمقوا علينا، عندنا خيب وهادو كيخلونا كيخلونا مع السلطات، السلطات يجي يدي لك الكروسه ديالك حشومه صاحبي، وكروسه صاحبي معمر انا تيقبيه خارج من الحبس. خلينا نهضر خويا الله يحفظك خويا، انا كروسه مسيني فيها شيك شيك ياك ديال الواحد مشات. شنو شنو مشي نبيع البوفه مشي نبيع البوفه نمشي نضرب نعاود نضرب الحبس. انا تزوجت ولدت، المهم رايده خويا في الحبس. لا اله الا الله محمد رسول الله. خويا انا خويا ما نجيك من الاخر اخويا، عندنا خيب هذا فهمتيني، عين ساحب وليدي شي ما دار لينا ما فادنا حتى شي حاجه، يمشي اخويا بعد منا. وهذا هادو كامل حتى واحد ما غيبقى يصوت عليه فهمتيني، حيت ما خدمناش مو الملك قال لي مخدموا وديروا الاداره وديروا ديروا ديروا ديروا، اما هادشي ما بانش ليا، كلشي معذب هنا. انا نجمع هادشي كامل هنا، الا تلقى واحد عندنا واحد 1500 درهم نجمع شي 1000 فرانك لواحد، هذا ما عنده مش... ما عنده حتى شي ليله، وكنفرشوا حتى الخمسه د العشيه يا صاحبي، حتى حشومه يا صاحبي.